لو الحكايه فيها ان فيتو عندك اللمبي 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 لما بيرقص بلدي طلقه طلقه انا بموت فيه بالرغم لا اعرفه يعني اعرفه من المجال من السينما بس انما مش صاحبي انا اصحابي مثلا عادل امام سعيد صالح الناس الفنانين القدام دول صحابي انا ده ما اعرفوش اللمبي ما اعرفوش بس بموت فيه وهو بيرقص بلدي وبعدين ودنه موسيقيه جدا وبيعمل ده هو وهو بيرقص راح ناطط من على الكوشه نزل على الدم صح لا وكوميدي مش عارف في فيلم تاني ايه كان ما هي ام كلثوم رفعوا عليه قضيه عشان اغنيه ليه ترفع عليه قضيه ليه ده راجل كوميدي يعني الرزاز ما هو كوميدي ويوم من الايام هنقعد مع بعض نشرب شيشه وبتاع واضحك معاه ونهزر طب اقول لك في واحد فيتو